نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو القادم. وشدد المركز الإعلامي على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، مشيرة إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لجميع معايير الجودة مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين. تتواصل جهود مبادرة سناد الخير لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين من محدودي الدخل، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجاً والأحياء الشعبية بجميع المحافظات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وجميع احتياجات الأسر المصرية ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية جراء الأزمة العالمية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية. هذا وقد وصل حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها وحتى نهاية يناير وصل إلى 188 مليون جنيه، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع. استقبل الرصيف الجديد بالحوض الثاني بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ثلاث سفن سياحية على متنها الآلاف من السائحين. يأتي ذلك في ظل حركة النشاط السياحي التي تشهدها مصر، خاصة السياحة البحرية بمنطقة البحر الأحمر، من خلال الرحلة البحرية لليوم الواحد واستقبال السفن السياحية بموانئ الهيئة، حيث تعد هذه الرحلات هي الأولى من نوعها. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% إلى 79.94 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3% إلى 73.39 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت العالمية بنسبة 3.79% لتصل إلى 2.78 دولار لللتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.87% لتسجل 2.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت استثمارات الصين في البلدان التي تشملها مبادرة الحزام والطريق إلى أعلى مستوى منذ 2019، وصعدت الاستثمارات في 147 دولة ضمن مبادرة الحزام والطريق بنسبة 63% إلى 32.5 مليار دولار في عام 2022 على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن جامعة فودن في شنغهاي. وكان قطاع الطاقة أكبر متلق للاستثمارات الصينية بقيمة 9 مليارات دولار لصالح مشروعات معظمها للنفط والغاز والطاقة الخضراء. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ودينا، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر.